السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة المحيط للسياحة والسفر في آسيا. نحن الآن في جزيرة لانكاوي فندق أديا تشانانغ، نصور غرفة من نوع ديلوكس توين. ديلوكس نوع سريرين، طبعا هذا النوع من الغرف الديلوكس يمكن إضافة فيه سرير آخر. هنا مساحة الغرفة لا بأس بها، وكما تحدثنا فإن مستوى الفندق 3 نجوم، ولكن خدمته ممتازة ونظيف جدا، وموقع الفندق ممتاز جدا على شاطئ تشينينغ اللي يعتبر من أفضل شواطئ لانكاوي، والفندق قريب جدا من الشاطئ، يعني تمشي على الشاطئ مشي بالأقدام حول دقيقتين وتكون في الشاطئ. طبعا عندنا في الغرفة بيكون في شاشة، في صانع القهوة، في دولاب الملابس والسيفتي بوكس طبعا، وفي عندنا دورة المياه حفظكم الله، فيها أيضا شطاف. هذه دورة المياه، مغسلة مع الشطاف مع الشاور. تصوير شركة المحيط للسياحة والسفر في آسيا.